درويش اخ درويش اختي لي الله هذا العدل درويش لي الله منعدمين الدخل ولا الدخل المحدود اللي كما كنعرفوا خدام ب 54 ولا 56 الف راه صعيب عليه الحال. تابعوا كرا تابعوا مضى وتابعوا طريطه تابعينو مدرسه صعيب عليه الحال يقدر ما يعيدش. وكيداير السوق عندك؟ السوق غالي شعل العافيه العام كاين الثمن بزاف. بالنسبه للسوق هذا العام كاين الثمن كاين الثمن اختي حنا بيعه وشريه كنتقداو بالغلا كنبيعوا بالغلا شرينا رخا كنبيعوا رخا هذا الدور ديالنا حنا كنجيبوا الغنم هنايا لقينا غاليه راه كنبيعوها غاليه لقينا رخيصه كنبيعوها رخيصه هذا المكان. لا شحال تقريبا ما بين 500 حتى 1000 1200 درهم كانت دايره العام اللي فات كانت السرديك الثمن ديالو 55 درهم هذا العام بادي من 60 حتى 62 63 درهم البرقي كان الثمن ديالو ما بين 47 50 درهم هذا العام الثمن ديالو 52 حتى 55 درهم. اسباب كل شيء جفاف محروقات سميتو غنقول لك هذا الخرج اللي خرجنا من كورونا بنادم حتى واحد ما عنده الفلوس كل شيء سميتو عليه حسينا بالغلا مولف كيغلى الحولي كيتزاد هذا العام حسينا به محروقات زايده مواد اساسيه زايده كل شيء زايد حسينا بالغلا هذا العام بالنسبه للخروف حسينا بالغلا زايده 1000 درهم حسينا زايده 1000 درهم حسينا بها كاين الثمن حنا جانا بزاف وحنا ملي كنمشيو نتقداو كيجينا الثمن بزاف كنجيو كنبقاو نقولوا هادشي شنو اللي غيحبسوا هاد الغلا شنو اللي غيحبسوا راه تزاد بزاف راه حنا كيجينا بزاف راه ماشي كنمشيو نشريو حنا فرحانين فكندخلوا السوق حتى حنا ملي كنلقاو الخروف زايده في 1000 ولا 1500 حتى حنا كنجيو مقلقين كنجيو مقلقين من السوق كنجيو كنقدروا ما نتغداوش كيبان لنا الغلا جايبين معنا الغلا من السوق كي غنديروا مع مع الكليان ديالنا اللي غيجي راه كتزاد علينا حنا حتى حنا كنزيدوا على الكليان وغاد الكليان الكليان ديالنا راه كيجيو عندنا الدراويش اما الناس اللي ماشي دراويش راه كيعيدوا على برا درويش هضر بلي درويش واش عيادات درويش اختي ليه الله هذا العدل درويش ليه الله درويش غيعيد ما غيعيدش شوف يلاه اش مكتب ليه كاين الغلا درويش غيحس خصوصا الناس اللي ما منعدمين الدخل ولا الدخل المحدود اللي كما كنعرفوا خدام ب 54 ولا 56 الف راه صعيب عليه الحال تابعوا كرا تابعوا مضى وتابعوا طريطه تابعينو مدرسه صعيب عليه الحال يقدر ما يعيدش اللي كيشد 54 الف يقدر ما يعيدش خاطر تجمعوا لي الناس ديال الحومه كيف ما كنعرفوا كان تضامن وتآزر راه غيعيد اما لا عول على ديك 54 الف اللي غيشد في الشهر ما غتعيدش. شنو رسالتكم للمسؤولين؟ انا كيف ما كنقول رسالتي للمسؤولين يدعموا الناس المعوزين الناس ذوي الدخل المحدود يلقاو لهم شي حال 500 الف درهم يدوزوها لهم فيرمو كيف ما داروا في كورونا يدوزوا لهم فيرمو يتعاونوا معاهم في الظرفيه الخاصه هذا العام كاينه ظرفيه خاصه تعاونوا مع المواطن البسيط المواطن المضرور المواطن المقهور المحقور تعاونوا معاه 1000 ولا 1500 ولا 500 درهم المهم اللي عطيتو 500 درهم راه زايده فيه شوفوا الناس راحنا عارفين الناس اللي محتاجين كيف ما العام اللي فات في كورونا راه الناس محتاجين توصلوا ب فيرمو ديالهم عن طريق وفاكاج وسميتو عليه حتى هاد العام لقاو شي حل الناس اللي خدامين في شركات الباترون اللي تعاونوا مع الخدامه زيدوا ب 500 ولا سلفوهم المهم تعاونوا معاهم باش تما يفرحوا ولادهم وتما يؤديوا الشعائر الدينيه ديالهم. العلف هاد العام كبير شنو هو العلف اللي زوين؟ اختي العلف اللي زوين الدراق العلف اللي زوين الدراق الفول الشعير الفصه النخاله الشمندر وهاد العلف هاد العلف الزوين خاصك تعرفي العام اللي فات كان كيدير 2 دراهم ونص حتى 3 دراهم هاد العام راه مدير 6 دراهم حتى 7 دراهم وتا هذاك سيكاليم اللي ما زوينش حتى هو راه 5 دراهم هذاك سيكاليم اللي كانوا الناس كيخافوا منه حتى هو واصل هاد العام 5 دراهم سيكاليم ديال الدجاج واصل 4 دراهم كلشي تزاد كلشي تزاد والمواطن راه كيأدي الضريبة. بالنسبه لي انا كنذبح البرقي انا كيعجبني البرقي قناعه ديالي البرقي زوين المغاربه راك عارف هادشي كيتفرقوا ما بين السردي والبرقي المهم غير يشوف حولي زوين ما يكون فيه لا عيب لا ورسيس لا والو والله يكمل الامور بخير. نصيحه خذوا البرقي نصيحه ديال التقدي ياكل ما فهمتش نصيحه ديال الاقتناء ديال الاضحيه شنو انت الوقت كنت يفوتوا يومين الاخرى تبقى 10 ايام. النصيحه ديالي للمغاربه يفوتوا يومين الاخرى
ما يتقدوش في هذيك اليومين الاخيره، راه كيكون الجوده ما كتبقاش، كيولي تضارب في الاسعار، كتدخل الغنم اللي ماشي هي ما عالفاش كيف ما كنقولوا حنايا، كتدخل الغنم ديال الزباله وكتباع بالثمن. خاص المغاربه يبعدوا من اليومين الاخرى ويتقدوا في هاد 10 ايام، هاد 10 ايام 12 يوم قبل العيد. العفو.